من دبي العروض السينمائية لفيلم الانيميشن بلال، وهو أول فيلم 3D من إنتاج عربي بس باللغة الإنجليزية، وبيتكلم عن قصة بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الفيلم من إنتاج شركة سعودية بمشاركة النجم الأمريكي ويل سميث، وشارك بتسجيل أصوات شخصيات وممثلين من كل أنحاء العالم. بلال بيأذن لأشياء تانية غير الصلاة، بأذن الحرية، بأذن للعدالة والمساواة ضد الظلم. هالفيلم اللي استغرق تنفيذه حوالي 3 سنوات عمل عليه أكثر من 327 شخص. دخلنا بعدها في أكبر مسابقة أنيميشن في العالم اللي هي أنيسي في فرنسا، وكان برضو من 280 فيلم تم اختياره من الأوفيشال سيلكشن في 20 فيلم. ومش بس هيك، كمان قدر يدخل موسوعة جينيس كأطول فيلم أنيميشن. أول فيلم أنيميشن يطلع من دبي خاصة ومن العالم العربي كله، والحمد لله يلاقي إقبال سواء من المهرجانات العالمية. وهالأهمية زادت لما تصدر عناوين الصحافة وتفاعل معه الجمهور على السوشيال ميديا، ونحكى عنه كمان بالغرب. سيعرض في أمريكا، كندا، روسيا، كل دول أوروبا، فالحمد لله. الفيلم مستوحى من قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، وهذا يعني أنه رح نشوف حوالي 88 من شخصيات الصحابة اللي مروا بحياته، وأكيد هالشي خلاهم يواجهوا الكثير من الصعوبات. بحث عن الفيلم، لأنه عملنا ريسيرش سنين على أشياء تفاصيل صغيرة جدا لكن مهمة جدا، وهالصعوبة تماما كصعوبة البحث عن الصوت المناسب لأداء شخصية بلال اللي قدمها أديوالي. لكن السر اللي كشف لإيتي بالعربي أنه ويل سميث كان له دور بالاختيار. زارني ويل سميث في المكتب هنا في دبي، وكان في نقاش معاه، قرأ القصة عجبته جدا، قال لي لازم الشخص اللي يعني أدي صوت بلال لازم يكون عنده لكنة الإنجليش أفريكان إنجليش. هو اللي رشحه لي لأنه هو مثل 4 أفلام مع ويل سميث. وأديوالي بدوره ما تأخر ثانية عن العرض بدبي وكان أول الحاضرين. Very exciting, because there's many years of research and hard work has gone into bringing Bilal to the screen. ومثل ما هو متوقع كمان كان عنده بعض المعوقات أثناء تأديته للصوت. Well, you know that Bilal's voice is a very very important characteristic of who he was. I pitched various levels because not only did we have to find a voice that was compatible with the understanding of Bilal from the Arabic community. وبهالحفل كمان تواجد عدد من المشاهير ليشاركوا أصدقائهم بالنجاح. لي الشرف إني أتواجد في مثل هذا العمل الكبير. الفيلم جدا مشوق وجدا جميل، متحمس كل الحضور هنا. أنا أي فكر جديد، عمل جديد بطلع من الوطن العربي إشي دائما حلو. فيلم أنيميشن يعني بهذا الإنتاج الضخم ما توقعته، ولحتى الأجواء تتناسب مع عرض الفيلم. وبما أنه بنحكي عن الجزيرة العربية، عملوا سوق شعبي بيبيعوا بداخل الحبوب والفواكه والخضار. الفيلم قبل ما يوصل للجمهور العربي شارك في مهرجانات سينمائية عالمية، أهمها طبعا دبي وكان، وهيشارك السنة دي في مهرجان تورونتو.